في تعاون وفي اليوم الثاني من زيارة العمل التي يقوم بها إلى الجزائر، قام اليوم وزير النقل لجمهورية الكاميرون جان إرنست ماسينا رفقة وزير النقل يوسف شرفة بزيارة إلى ميناء الجزائر، حيث قدمت له شروحات حول فرص وآفاق التعاون الثنائي في مجال النقل البحري، لا سيما بعد توقيع أمس على اتفاقية إطار في مجال النقل والأرصاد الجوية، ما من شأنه تعزيز فرص الشراكة.